يجب أن طلبة العلم يترفعون عن هذه الأمور، تأدبون بأدب العلماء وطلبة العلم، ينزهون أنفسهم. الآن منشغلين بالقيل والقال فيما بينهم، وفي مدح فلان وذم فلان، لا تروحون لفلان، لا تجلسون بحلقة فلان، لا وهكذا، وناس يشثون على فلان وعلى طرف على طرفي نقيض. والواجب الاعتدال في هذه الأمور، كف اللسان عن القيل والقال، تحريش وهذه الأمور كلها من الشيطان. نعم.